بسم الله بسم الله، اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك وكف عني أبواب عذابك. الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك أهلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا ونور أبصارنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، سيد الأولين والآخرين، جد الحسنين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء الحبيب المصطفى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد، كما بلغ رسالاتك وتلا آياتك وصدع بأمرك حتى أتاه اليقين. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني يا الله قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي وأن تشفيني شفاء تاما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا بشير، السلام عليك يا طاهر، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الأمة، السلام عليك يا أبا القاسم يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا خيرا، جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا سيدي يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خير من دفن بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم.